د چارچوبای حلمتا جهانی یا روبروبونا توندو توجیه لدیجی جنه که 16 روزان بردوام دکا یکی تیا جنه ان کردستان سوریا رونشنکا گوتو بیجی بنام نشانا توندو توجیه الکترونی لدیجی جنه لدارخست با ما دبونا کسایتین جریخستنین جنان و روشن بیری رونشتن لباجار قامشلو حتا ساز کرن و جالی خانم آریا جمعه و سر کردد یکی تیا جنه ان کردستان سوریا ده حتا برای و برن تی دا بحثا توندو توجیه الکترونی و باندور اوی لجنه حتا کرن العنف الرقمي الالكتروني العنف هان چیه؟ اتبه وک مقدمه که بچوک ازی بیشم جواب ام کارون ام تید بشتغنن او مناقشه بکن و مرا یاو ام بستین بیتر آراء یاو جمار مهمه و مناقشه سر مجاری بکن چرا مثلا اول العنف الرقمي جواب جان العنف الالكتروني او جي انواعي بيناهن يبجي مثلا حر جنن كان انا بيتري جنا هي فيسبوك وان هي مسر جنامي فيشن اي موضوع مسر جناي فيسبوك وان هنا هاكر دب هاكر دب اف فيسبوك وانا ادري اويري كيف كسي هان جوي عاجزه هاكر دك بناء الشخصيه وانا تشتغل بهبالي ويناري احتمال هي صوره مثلا سكسي جوار بشينه احتمال هي مثلا قوتنا بيجا يعني وك ندريد نلقو شخصية ويجنا هام به افتشت انا واحتمال هي صورة اي بيجني بخوا تكا بدر باستي موبايلا وين بنعيك طرقا ولو جهانا وهرن بشيرن صورة واني شخصي افتشت هي وقتار تشيل به تشا اثاراتي ويهن مثلا افسر في مجارة هاكر فيسبوك ام بيجا تش مجارة ويه تشيل اولا بناف هفالي خوده يعني مشاكل نشيل بن نخش نارين نخش سر بيجنه دينار وبلكي يعني فدي بكن مقابله بيجن كيف كن بيبات شنو له صار صفحه تسر ماسنجر تجمر تشينه افتش تايات شيل اما يورن الي كي دين شي مثلا سر شنو مثلا انتحار شخصيه لك راهش صورتي وينا سر فيسبوك نانا ونفسها نافي وينا صفحه كي تشيلك صفحة وحمي أمجر بيجي وبنا ذي وينا ودشتغل